لو مرة كنت في يوم حار بالصحراء وتشعر بالعطش الشديد وبعدين شربت كمية من الماء، خلف هاي الرغبة الملحة بالعطش في عضوين أساسيين بشكل حبة الفاصولياء لهم دور بذلك. هالعضوين هوا بيساعدوا بتنظيم كمية السوائل في الجسم، وفي لهم دور بتنظيم الضغط. دورهم الأساسي هو التخلص من الفضلات ونفايات وسموم الجسم. خلونا لكان نقول مرحبا للكليتين ونتعرف عليهم. الجسم بيحوي 8 لتر دم اللي بيمروا عبر الكليتين من 20 ل 25 مرة يوميا. هذا يعني انه الكليتين عم تقوم بتنقية او فلترة 180 لتر كل يوم. مكونات دمك بتتغير باستمرار كلما تناولت الطعام او الشراب او في حالات الصيام، بحيث في سموم معينة وفضلات بتنتج او حتى مواد اخرى كتير. لهذا السبب نحن محتاجين الكلية انها تعمل بشكل مستمر، والكليتين او الكلية تعتبر عضو ضروري للحياة. الدم بيجري بالجسم حامل كل من المواد المهمة والضرورية للجسم، وكمان حامل الفضلات والنفايات. وظيفة الكلية انها تقوم بطرح النفايات والفضلات، ولكن ايضا لازم تبقى محافظة على المواد الضرورية والمهمة للجسم. بيدخل الدم عبر الشرايين اللي بتتفرع اكتر واكتر لحتى ما نوصل لما يسمى النفرونات او الكليونات، وهي الوحدة الوظيفية بالكلية. بكل كلية في عنا مليون نفرون اللي بتشكل مجموعة ضخمة من أجهزة الاستشعار والفلاتر اللي بتقوم بترشيح الدم وإنتاج البول. نظام الاستشعار تبع الكلية دقيق ومضبوط جدا. الكليون أو النفرون بيحوي الجسيم الكلوي، وبيحوي كمان بما يسمى الأنابيب. بشكل مبسط الآلية هي إنه كل نفرون أو كليون بيستخدم نوعين من المعدات. الأول هو مركب شبيه بالفقاعة اسمه الكبيبة الكلوية، والثاني هو أنبوب خيطي طويل. الكبيبة الكلوية تعمل كحاجز بحيث فعليا تسمح لعناصر محددة مثل الفيتامينات والمعادن والفضلات إنها تمر عبر الأنبوب، وهذا السائل اللي عم يمر عبر الأنبوب هو اسمه السائل المرشح أو المفلتر. بينما في مواد أخرى ما بتمر عبر الأنبوب وبترجع للدم بدون فلترة أو رشح، هي بشكل عام المواد كبيرة الحجم مثل البروتينات. الآن الخطوة التالية بعد ما مر السائل المرشح للأنبوب هو تحديد العناصر اللي داخل الأنبوب، هل هي ضرورية للجسم أو لا؟ وإذا كانت ضرورية راح يتم إعادة امتصاصها بكميات يحتاجها الجسم. ولكن الجسم مثل ما ذكرنا ما بيحوي فقط على العناصر الضرورية، إنما كمان بيحوي على الفضلات والنفايات، منها حمض البول واليوريا التي لن يتم إعادة امتصاصها. والأنابيب فيها أجهزة استشعار تستشعر المركبات هي غير الضرورية للجسم، بتقوم بتوجيهها خارج الكلى على شكل البول، فبتكمل طريقها للحالب ثم للمثانة ثم لخارج الجسم على شكل بول. وأيضا لها آلية بتستشعر المواد المهمة للجسم بحيث بيتم إعادة امتصاصها وفقا لحاجة الجسم. رح ناخذ مثال الماء. طبعا يوجد ماء مطروح داخل البول. هلأ إذا كشفت الكليتين عن وجود كمية كبيرة من الماء في الدم، على سبيل المثال إذا قمت بشرب 6 كاسات ماء وراء بعض مثلا، فالسائل الإضافي رح ترسله الكليتين للمثانة اللي يتم التخلص منه. أما إذا كشفت الكليتين عن وجود كمية قليلة من الماء، مثلا إذا كنت بجو حار وما عندك ماء، هذا فعليا بيدفع الكلية انها تعيد امتصاص الماء اللي بالرشاحة لمجرى الدم. بالتالي هيك البول بيصير بيحوي كمية ماء اقل، وهذا بيفسر اصفرار البول عند الامتناع عن شرب الماء او شرب كمية قليلة من الماء. هلا بالاضافة لوظيفة طرح الفضلات والنفايات وتوازن ماء الجسم، للكلية قدرة على تفعيل فيتامين د، وايضا في لها القدرة على تنظيم ضغط الدم، بحيث لما ينخفض ضغط الدم تفرز هرمون اسمه الراينين يلي فعليا بيؤدي بالاخير لارتفاع ضغط الدم. بالنهايه بدون الكليتين تبعنا راح تفقد سوائل الجسم تبعنا السيطره، وراح تتراكم كل من الفضلات والنفايات والسموم الناتجه عن الاكل وغير الاكل، وهذا كله تدريجيا راح يرهق الاعضاء والانظمه تبعنا. لهذا السبب الكليه تعتبر عضو ضروري للحياه. لذلك المرضى المصابين بالفشل الكلوي ضروري كل فترة يقوموا بعملية غسيل الدم بأجهزة متخصصة. طيب، كنصيحة عامة ذهبية للمحافظة على الكليتين هو أن نقوم بشرب كمية كبيرة من الماء بقدر المستطاع، وما نخلي جسمنا بحالة عطش. بالنهاية إذا استفدت من أي معلومة من هذا الفيديو لا تنسى تعطينا لايك وسبسكرايب. كان معكم أخوكم أمجد، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. في أمان الله.